أسعار العملات في السوق الموازية، جولتنا من السوق الموازية بحسب إغلاق السوق مساء أمس. فالدولار بأربعة دنانير وستة وسبعون درهم، أما اليورو بخمسة دنانير وخمسة وثلاثون درهم، والجنيه الاسترليني بخمسة دنانير وستة وثمانون درهم، أما سعر الليرة التركية فهي بتسعة وثمانون درهم، والدينار التونسي بدينار وثلاثة وخمسون درهم، والجنيه المصري على 261 درهم.